بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الأطهار الطيبين ومن صار على خطاهم إلى يوم الدين. أخواتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. ودائما مع دلائل التعرف على الله عز وجل، وقد تعرفنا من خلال الحلقة السابقة على صفة الرحمة وصور الرحمة الإلهية بالعباد وبالكون. اليوم بإذن الله نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال دلائل وجوده في الكون ومن خلال آياته كذلك في الكون. فالكون كله أخواتي الكريمات ينطق بوجود الله، ينطق بوحدانية الله، ينطق بقدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى. بل إن الكون كما يقال هو قرآن صامت، والقرآن هو كون ناطق. فالله عز وجل نصب الآيات الكونية كي نتفكره بها. يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالآيات الكونية تدلنا على الوجود، فإذا تفكرنا فيها وتأملنا عظمتها عرفنا بها الله عز وجل. ولقد خاطب سبحانه وتعالى كل العقول في كل الأزمان، وحثها على التفكير والتعمق والتأمل في ملكوته سبحانه وتعالى. فإذا تفكرنا في عظمة السماوات والأرض وآمنا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين السماء الأولى والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وهكذا السماء الثانية والثالثة إلى السماء السابعة، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كخاتم ألقي في صحراء، وما السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي إلا كمثل ذلك، أي كمثل خاتم ألقي في صحراء. ويحمل عرش ربك 8 من الملائكة، يطير الطائر المجد من طرف أذن أحدهم إلى صفحة عنقه حوالي 700 عام، أو ما يقارب مسيرة 700 عام. ويحف العرش ملائكة عظام عابدين مسبحين، ويتنزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه من فوق العرش، يدبر أمر السماوات والأراضين، يحيي أناسا ويميت آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، ينشئ دولا ويبيد آخرين، ويحول نعما من جاحدين إلى شاكرين، ويقضي حاجات السائلين، فيغني فقيرا ويشفي مريضا، ويفرج كربة ويكشف ضرا، ويهدي ملهوفا حيرانا، ويؤمن خائفا، ويجير مستجيرا، ويغفر ذنبا، ويقبل ثوبا، ويجيب دعاء، ولا يتبرم من إلحاح الملحين، ولا كثرة الداعين، ولا تعدد المطالب باختلاف اللغات، فيعطيهم جميعهم مسألتهم، ولا ينقص ذلك من ملكه إلا كما تأخذ الإبرة من ماء البحر.
انظروا يرحمكن الله إلى عظمة هذا الخالق من خلال عظمة الكون الذي هو خلق من خلق الله عز وجل، الذي هو جزء صغير من خلق الله عز وجل الذي لا نعلم عنه الكثير، لكن الآيات في الكون وفي القرآن الكريم طالما تذكرنا بهذه العظمة وتدعونا إلى التأمل فيها والتفكر فيها، علنا نتقرب من معرفة الله عز وجل. من الدلائل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وأوجده من عدم، فوجود الموجودات بعد العدم وحدوثها بعد أن لم تكن يدل بداهة على وجود من أوجدها وأحدثها. قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. كذلك نتعرف على عظمته سبحانه وتعالى من خلال دلائل العناية الإلهية المقصودة بسائر المخلوقات. يقول عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فعناية الله عز وجل بخلقه ماثلة في الكون كله. فإذا تأملنا الكائنات في الأرض وما أعد لها من نبات وماء وأمطار وشمس وقمر وتعاقب الليل والنهار إلى غير ذلك، وتأملنا الكائنات البحرية وما أعد لها سبحانه من خصائص في الماء تتناسب وطبيعتها وطريقة عيشها، إذا تأمل الإنسان كل ذلك علم علم اليقين بأن هذا التناسق الكوني بين عناصر الطبيعة لا يأتي أبدا من فراغ، وإنما له مدبر يديره ويتقنه هو الله. قال سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. لنا قصة وعبرة. احتج طائفة من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وقالوا للإمام أبي حنيفة: ما دليلك على وجود خالق صانع لهذا الكون؟ فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول، لأني رأيت أمرا عجبا. قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن في نهر دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها، وأرى الأمتعة تصعد وتنزل من على السفينة من غير أن يحملها أو ينزلها أحد. فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال: ولماذا؟ قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل ولا يمكن أن يكون. فقال:
فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة، وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث، وتتحرك بغير محرك، وتوجد في الكون بغير موجد وخالق؟ فرجعوا وعلموا أنهم على باطل، وأن كلامه على حق. فيا أخواتي الحبيبات، هذا مقام التعرف على الله عز وجل، ودلائل وجوده كثيرة قد نستشفها في ذاتنا، في طعامنا، في كل ما حولينا. هل تأملنا يوما في هذا؟ هل عرفنا الله بهذه الصفات وبهذه الدلائل؟ هذه الأيام ونحن نعيش ليال مباركات، ونسأل الله أن يبلغنا فيها ليلة القدر، ونجتهد ونتسابق في الخيرات، علنا نظفر ببركات هذه الليلة. هل استشعرنا هذا الخالق الواجد العظيم الذي نطيعه ونجتهد كي نبلغ رضاه؟ هل استشعرنا بوجوده وعرفناه كما ينبغي أن نعرفه في قرآننا، في ذكرنا، في دعائنا، في صلاتنا، في صيامنا، في سلوكاتنا وأخلاقنا؟ هل استشعرنا هذا الإحساس؟ هذا ما أود أن نصل إليه من خلال هذا المقام، وهو مقام المعرفة. ولازلنا مع مقامات الترقي في سلم الوصول إلى الله، ومقام آخر هو مقام المحبة، وهذا المقام نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.